هذا البرنامج برعاية الهوجي مول، كل اللي بتتمناه عنا بتلقاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم أجمل الترحيب في برنامجكم برنامج آية وهداية. هذا البرنامج الذي يأتيكم طيلة شهر رمضان المبارك، نتنقل فيه بين آيات الله سبحانه وتعالى، نتحدث عنها وفي ظلالها نستفيد وإياكم ونعيش في بركة كتاب الله والقرآن الكريم. نحن اليوم في اليوم 18 سنأخذ آية مباشرة من سورة المؤمنون. هذه السورة تحدثت عن صفات المؤمنين وتحدث في كلام رائع جدا، من أجمل الصور اللي يمكن أن تقرأها. هذه الآية فيها هذه السورة التي فيها آية أنا بعتبرها حقيقة هي موجه ودافع قوي للناس، عندما قال الله سبحانه وتعالى فيها مقررا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني هذه القضية بتهز الواحد، بتصحيه، بتحاول تخليه يستيقظ من غفلة يعيشها في هذه الدنيا. بده يقول يا إنسان، بتهزك في داخلك، بتقول لك يا إنسان أنت مفكر حالك أنه ربنا خلقك عبث وأنك لن ترجع إلى الله عز وجل؟ من أجل هذا اجعل حياتك في ضمن هذه الرؤية أنك لم تخلق عبثا وأنك إلى الله سترجع وستسأل عن هذه الوظيفة التي أعطيتها في هذه الدنيا. الهدف اللي احنا بدنا اياه، في كثير ناس للاسف الشديد يظن انه خلق عبثا، يعيش عبثا في الدنيا، يعيش بلا هدف. الاهداف هي التي تصنع الانسان، لذلك البعض يعيش بلا هدف بلا غايه. هو يعني لا يختلف كثيرا عن الانعام، قال يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام. هؤلاء اللي وصفهم الله عز وجل بهذه الصفه، كل غايته في حياته، كل هدفه في حياته ياكل ويشرب ويقوم ويحط ويروح ويقضي شهواته. هل خلقنا الله عز وجل من اجل هذا؟ لا والله من ذلك. هو تماما زي الانسان، بتعرفوا قصه عادي وابو عادي. هذا شخص ولد زيه زي اي انسان، ولد طبيعه، ولاده عاديه، وكبر ودخل المدرسة مدرسة عادية وجاب نتائج ونجح، وكبر ودخل الجامعة نجح في التوجيه عادي، ودخل الجامعة زيه زي غيره جامعة عادية، وبعديها راح أخذ وظيفة عادية، ثم بحث عن امرأة فتزوج امرأة عادية وأنجب أولاد عاديين، ثم بعد ذلك كبر وعاش شيخوخته عادي، ثم بعد ذلك توفاه الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان انولد عادي ومات عادي، ما كان إشي مميز في حياته. فلما مات كتبوا على قبره في ولد عام 1920 مثلا أو وتوفي 1920 في نفس موعد السنة. لماذا؟ مع أنه عاش عمرا طويلا، لأنه كل حياته كانت عادي، ما فيها إشي مميز يمكن أن يسجل له، ما في إشي مميز يمكن أن يسجل في حياته وتاريخه. لم يكن يزيد شيئا على الحياة، بل هو كان زائدا على هذه الحياة. لذلك بدنا نقول أنه دائما الغاية يجب أن نعرفها في هذه الحياة. لماذا خلقنا الله؟ ربنا بيقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. إذا نبحث، الله عز وجل لم يخلقنا عبثا، فلماذا خلقنا؟ لو رجعنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى لو وجدنا أن هناك هدف رئيسي، ويمكن أن نجعلهما هدفين إذا أردنا التفصيل قليلا. الله عز وجل قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والآية الثانية قالوا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الخلافة والعبادة، العبادة والعمارة، خلافة الأرض وعمارتها، وعبادة الله سبحانه وتعالى، هذه الهدف الذي جعلنا الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا. هي خلافة الأرض وعمارتها ترجع إلى العبادة في النهاية، لكن نوع من التفصيل أقول العبادة والعمارة، كيف نكون عبادا لله وكيف نعمر الأرض بدين الله سبحانه وتعالى. هذا ما نريده حقيقة من خلال حياتنا في الدنيا. من حقق هذا الهدف وهذه الغاية
هو حقق ما مراد الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا أردت أن تعرف قيمة كل أمة ووزنها في الحياة فعليك أن تنظر إلى قيمة أهدافها ووزن غاياتها. وهذه القضية المهمة. الأمة عندما تهتم بالشهوات والرقص والملذات والأكل والشرب وتبتعد عن الأهداف السامية بأن تكون خير أمة، بأن تكون الأمة التي تقود الأمم، بأن تكون الأمة التي هي عنوان لكل الناس بكل أصناف السلوكيات الحسنة والتقدم العلمي والاقتصادي والاجتماعي وفي كل المجالات. هكذا كانت الأمة قديما عندما عرفت الغاية، نحن ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن الظلمات إلى النور. عرفت الغاية فانطلقت إليها فإذا بها تسود الدنيا وتصبح الأمم كلها تابعة لها. لكن اليوم لما تنكبنا الطريق ولم نعرف الغاية إذا بنا نغرق في الهزيمة ونغرق في الظلام ونغرق في الجهل. هذا الذي نعيشه في هذه الأيام. انظروا إلى شبابنا للأسف الشديد، كل ما يهتم به حلقة الشعر، البنطلون الممزق، كيف العلاقات مع البنات، لعبة فوتبول أو كرة قدم أو ما شابه ذلك، أمور ليست هي الأساس في حياتنا. الشيطان أعاذنا الله منه، الهدف من الأهداف الأساسية ماذا قال؟ قال ولأضلنهم، يريد الشيطان أن يضلنا ضلالا بعيدا. الضلال هو الانحراف والتيه وعدم معرفة لماذا خلقنا الله. من هنا اجعلوا لحياتكم قيمة بأن تجعلوا لها أهدافا عالية وغايات شاهقة في الارتفاع تعانق عنان السماء. بهذا نكون قد أرضينا الله وحققنا ما نريد في هذه الدنيا فنفوز في الدنيا والآخرة. جعلنا الله وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله أن نكون قد استفدنا، وإلى نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج آية وهداية. إلى ذلك الحين أستودعكم الله في أمان الله. رحمن يا رحمن رحمن.